السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. معكم فاطمه من قناه فاطمه المزابيه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الخبز ايطالي كيجي زوين بزاف، وبغيت نشاركه معكم. المهم ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. هنا عندي الماء دافي، وهنا عندي 5 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض من نوع الممتاز. عندي هنايا زيت الزيتون، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، وعندي هنايا واحد نصف معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي واحد نصف معلقه ديال السكر سنينه. على بركه الله غناخذ هاد الخميره هذه بعدا نذوبوها في هاد الماء. نزيدو عليها شوية ديال الماء، كاس ناخدو هاد الدقيق، المهم نخدوها هنايا تذوب على خاطرها. هنا غادي ندير الملحة وسكر سنيدة، غادي نزيد نعبر واحد معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، هكا نخلطو. المهم البنات انا غنعبر لكم حتى الماء، يعني 5 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورص ديال العنبه، غنشوفوا شحال غادي يقدنا ديال الماء باش نعطيكم العبار. هو هذاك، هنا حنا درنا هنايا كاس، دابا غادي نزيد كاس ثاني ديال الماء. نخلطو عندي يدي احسن هكا باش يجيني العبار باش نخدم مزيان. عفوا، غادي نزيد تقريبا واحد شويه واحد نص كاس. المهم بنات بعد ما جمعتها كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ننزلها هنا في قدر الخامه باش نخدمها شويه هكا. المهم ديما كيبقى على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. المهم يكون هذا القوام هذا كتكون شويه تلصق، شفتوا بحال شويه جاريه، ولكن ماشي هذيك العجينه اللي كتكون جاريه ما تبغي تجمع ما تبغي، لا بحال هكا. صافي انا غندلك واحد شويه ونتلاقى معاكم. المهم الناس بعد ما دلكتها واحد شويه واحد دقيقه هكا ولا جوج دقائق، صافي انا غنديرها هنايا في هذه السوبيره هذه، وغادي نزيد واحد شويه ديال واحد شويه ديال الزيت ها شويه هكا. هكا صافي، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه واحد 10 دقائق هكا ونطلق معكم. المهم البنات بعد ما دازت 10 دقائق غنديرو شوية ديال الفورص، غنديرو
نحاولو نقطعو هكا. المهم نكمل هاد التقطاع هكا ونتلاقى معاكم. المهم البنات بعد ما قطعتهم هكا دابا غادي نبدا نديرهم كويرات. المهم خرجوا لي 8، غادي ندير 4 غنديرهم مدورين خبيزات مدورين، وأربعة غنديرهم بحال شكل ساندويتش بحال بانينو كيما نقولو هكا. خليها على جنب هادي حتى هي هكا. المهم كاملين غندير ليهم هكا ونتلاقى معاكم. المهم البنات بعد ما درتهم الكويرات دابا 4 كيف ما قلت لكم غادي نديرهم هنا. هادو غنخليهم هنايا ربعة غنديرهم هنا، غادي نخليهم جنب من بعد نوريكم شنو غندير ليهم. وهاد 4 البنات اللي بقاو غادي نشدو وحده ونطلقوها هكا هكا بالطول نقرصوها هكا. اذا جاتكم شويه قبل العجينه شويه بحال هكا كتبغيش دير لكم خليوها غير ترتاح، راه غادي تطلق لكم هكا. مع الفرصة كيجي شوية صعيب في العجينة. هكا البنات هكا، وغادي نبداو نلويو في العجين، ولكن نوركو عليها مزيان بحال تقرصوها هكا باش متحلش بحال هكا قرصو. ونبرمو ثاني هكا ونبرمو هكا هكا ونقرصو ضروري باش العجينة ما تحلش لينا بحال هكا. الجهة هادي باش ما تحلش لينا العجينة هكا البنات. وغادي نخليه على جنب وغادي نستمر حتى فهادو غندير ليهم نفس الشكل. نرصو شويه ديال الكيك باش العجينه بالنسبه للبنات المبتدئات باش ما تلصقش لي من العجينه تخلعهم. دجاجة قاصحة ممكن يتلقى حتى بالمدلك. باش تسهل عليكم هذه الخدمة هكا البنات. ونبداو تاني هكا ونقرصو هكا العجينة هكا. هادي اللي طوينا مع التحسانية كنقرصوها هاك سهل ماشي شي حاجة صعيبة هاكا وهاكا تاني وهادي حتى هي غادي نقرصوها وهاد هاد الجناب هادو حتى هما هاكا. ونحطو على جنب. المهم البنات انا غنكمل بنفس الطريقه هاد الجوجات اللي بقاو ليا ونطلق معاكم. المهم البنات بعد ما شكلتهم دابا غادي ندهنهم بالماء. الماء يكون دافي الماء ما يكونش ماء بارد. هكا شويه هاد الماء هذا كيخليهم يجيو مقرمشين ومحمرين
غير شويه ماشي بزاف، ها شويه. وعلاش المدافي؟ المدافي باش يخمروا لينا عاوتاني الخمره الثانيه. التمر الاولى خلينا غير يرتاح شويه، ماشي زعما خمروه هكا. صافي ندوز للثانيه حتى هي نفس الشكل. نتلاقى معاكم. المهم الناس بعد ما دهنتهم بالماء، دابا غادا ندردر عليهم شويه ديال الدقيق الفورص. هادو حتى هما نفس الشكل. صافي وغناخد هاد زيزوار، هذا عندي هذا زيزوار راه نقي باقي جديد زعما ماشي، وغادي نحاول هكا غنصبر هكا الناس ونتلاقى معاكم باش ماشي يجي الفيديو طويل. المهم الناس بعد ما كملتهم دابا غادي نخليهم، غادي نغطيهم بواحد الزيف يكون نقي، وغادي نخليهم يخمروا ونتلاقى معاكم باش ان شاء الله ندخلهم الفران يطيبوا. المهم البنات بعد ما خمروا لينا، يعني راه كيبان لكم راه مخمره، انا خليتهم نص ساعه لحقاش الوقت ما قلتش لكم في الاول. كيتضوبل الحجم ديالهم، كيجيو على هذا الشكل. هذا راني سخرت الفران من قبل، دابا غندخلهم يطيبوا ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد الخبز الايطالي هذا ان شاء الله. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الخبز، هذا هاد الخبز الايطالي كيجي على هاد الشكل، هذا كيجي رائع هكا. والشكل الاخر كيجي هكا، ها انتما شوف، وكيجي طيب وكيجي زوين. هذا بالنسبه للساندويتش مثلا، تقطعوا هكا وديروا ساندويتش الوليدات. المهم انا غنقطع معكم هذه، بسم الله. كيجي ها انتما كتشوفوا كيفاش كيجي، كيجي رطب بزاف وكيجي زوين. المهم البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاحباب والاخوان باش تعم الفائده ان شاء الله. وما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، وكنقول للناس جداد مرحبا والف مرحبا في القناه. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس وتابوناو في القناه باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله مع فيديو جديد. في امان الله وحفظه، مع السلامه.